مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة بإذن الله النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن عندنا أخبار كتير قوي، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وده الأساس أكيد إن احنا نشوف كل ما يخص النادي الأهلي في الصحف والمواقع. وكمان عندنا أخبار غاية في الأهمية خلال الفترة دي، وهيبقى اهتمام كبير جدا جدا خلال الأيام القادمة بمشوار المنتخب الوطني المصري في بطولة الأمم الأفريقية، واللي أكيد بنتمنى كل التوفيق للمنتخب في حصد هذا اللقب. فبالتالي النهاردة حلقة هتكون مهمة قوي، وأخبار كتير جدا جدا مهمة جدا إن شاء الله على مدار الحلقة. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الأستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابة أخبار اليوم، وهنتكلم بشكل مفصل في كل الأمور على الساحة الرياضية المصرية. تنسوش كمان سؤال حلقة النهاردة، ومستنيين تواصل حضراتكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة سواء فيسبوك تويتر إنستجرام، والسؤال بيتعلق برأيك من هو الحارس الذي سيقود منتخب مصر في أول مباراة في بطولة الأمم الأفريقية كحارس أساسي، هل هو محمد الشناوي، أحمد الشناوي، ولا عبد الرحيم جنش؟ مستنيين طبعا تفاعل حضراتكم، أكيد على مدار الحلقة هناخد ردود حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا. خلينا نروح نشوف في الأول أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. تحديد موقف رمضان صبحي خلال أيام. سيد عبد الحفيظ ينفي شائعات رحيل مؤمن زكريا وعمرو جمال. لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تجتمع مع فتح مبروك السبت. اليوم البروفا النهائية لحفل افتتاح أمم أفريقيا 2019. أجري هدفنا إسعاد الشعب المصري بتحقيق اللقب الثامن. أحمد المحمدي مجموعة مصر ليست سهلة، وصلاح ضمن ثلاث أفضل لاعبين في العالم. بوجبا يصدم ريال مدريد ويفضل الانضمام إلى يوفنتوس. طيب كلام كتير جدا وأخبار كتير زي ما شفنا في أبرز العناوين مع بداية حلقة النهاردة، لكن أهم الكلام ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وكلام كتير هيكون عن النادي الأهلي وهنتكلم فيه بالتفاصيل، وكمان كلام مهم جدا عن منتخب مصر. قبل ما نروح لأهم العناوين الخاصة بالنادي الأهلي في الصحف، خلينا في البداية بس كده نتكلم في مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، ومستقبل فريق الكرة بالتحديد، فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ودور لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن الكبير الشيخ طه اسماعيل، وايضا عضوية كل من الكابتن الكبير جدا كابتن زكريا ناصف، وايضا الكابتن الكبير كابتن خالد دابي. ليهم اكيد دور هيكون قوي وفعال جدا خلال الفتره اللي جايه، هيكون في تواصل قوي جدا ما بينهم وبين كل قطاعات الكره في النادي بشكل عام، سواء قطاع الناشئين في النادي الاهلي او قطاع الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، من خلال التواصل مع الجهاز الفني سواء مستر لاسارتي طبعا هو الاساس وهو على راس الجهاز، وايضا كابتن سعد عبد الحفيظ فيما يتعلق بالامور الاداريه، وقبل كل ده طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكره. انا بتكلم في الجزئيه دي بالتحديد ليه؟ لان الفتره دي كلام كتير جدا عن النادي الاهلي فيما يتعلق بمستقبل النادي، سواء في انتقال اللاعبين، استغناء عن بعض اللاعبين، البطولات النادي الاهلي هياخدها خلال الفتره اللي جايه، فبالتالي كلام كتير قوي قوي على النادي الاهلي. لكن اطمنوا، في تخطيط جيد جدا جدا لقطاع الكره بالنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه وخلال الموسم الجديد، وفي اهداف محدده ومعروفه لدى كل المسؤولين في النادي الأهلي فيما يتعلق بفريق الكرة بالتحديد. والأهداف بتكمن في إيه؟ بتكمن كالعادة إنك تحقق كل الألقاب اللي أنت هتشارك فيها. هل هو تمني بس؟ لا، مش تمني بس، أكيد في جهد كبير جدا لازم يبذله النادي الأهلي عشان يحقق هذه الألقاب، واللي ممكن يكون النادي الأهلي بيفتقد البعض منها خلال الفترات والسنوات الماضية، ويمكن أبرز هذه الألقاب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده الهدف الأساسي والأسمى دايما دايما للنادي الأهلي وجماهيره. هتحقق الكلام ده ازاي؟ من خلال التخطيط بشكل جيد جدا، سواء من خلال اللجنه نفسها حديثه الانشاء، او من خلال الجهاز الفني ورئيس النادي الاهلي.
هتبص على العيوب اللي عندك والنواقص اللي عندك في الفريق وهتعالجها وبشكل جدي جدا، وهتبص كمان على اللاعبين اللي انت ممكن ما تكونش محتاجهم، وهتحاول ان انت تستفيد منهم في المقابل المادي او ممكن تلجا للاعارات، وكل هذه الامور اللي حضراتكم عارفينها. لكن اكيد في تركيز كبير جدا جدا عند النادي الاهلي في كيفيه والادوات والسبل التي تؤدي لاحراز المزيد من البطولات. النادي الاهلي دايما بيكسب بطولات، ممكن بيفتقد بطوله او اثنين، بس ان شاء الله باذن الله اكيد هتعود لهذه البطولات. فبالتالي في شغل كبير جدا وفي عمل دؤوب جدا جدا من النادي الاهلي بهذا الشأن. التواصل دايما بشكل منسق ومنظم في النادي الاهلي زي ما احنا تعودنا. التفكير دايما في مصلحة الفريق الاول لكرة القدم قبل اي شيء، قبل اي شيء. حتى لو جالك عرض اللعيب الفلاني بمبلغ كبير جدا مش هتبيع لو انت محتاجه يعني. في المقابل هتشوف ممكن مين اللعيب اللي انت مش محتاجه وممكن تستغنى عنه. كل دي كلام او كل دي امور واخبار بتتداول خلال الفتره دي بالتحديد عن النادي الاهلي. لكن التخطيط كمان بيكمن في ايه؟ في كيفيه الاعداد لموسم جديد، وده اللي بيشتغل عليه دلوقتي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن امير توفيق. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. هم زي ما احنا عارفين متواجدين في اسبانيا خلال هذه الايام، وصلوا امبارح وهيرجعوا ان شاء الله يوم السبت الجاي عشان يقفوا على كل النقاط الخاصه بمعسكر النادي الاهلي، سواء من حيث فندق الاقامه او كمان من حيث التدريبات او ملاعب الخاصه بالتدريبات بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي اطمنوا، شغل كبير جدا النادي الاهلي هيقوم بيه خلال الفتره الجايه. كل الامور اللي انتم بتتمنوها باذن الله هتحصل، كل ما تتمنوه بالتحديد فيما يتعلق بشكل الفريق من الناحيه الفنيه ومن ناحيه الانتدابات هيكون مناسب جدا وعلى مستوى طموح النادي الاهلي. ده شيء مؤكد مؤكد مؤكد، وباذن الله النادي الاهلي موسم هيكون جديد بالنسبه له، استثنائي من حيث عدد الالقاب اللي باذن الله هيحصدها خلال الموسم الجديد. فان شاء الله اكيد في تفاؤل كبير جدا بالنادي الاهلي وبالفريق الاول لكره القدم بالتحديد خلال الموسم الجاي، وخصوصا ان في عمل زي ما بقول لحضراتكم عمل دؤوب من كل المسؤولين في النادي الاهلي على كيفيه ايجاد فريق قوي للنادي الاهلي. الاهلي بيستمر في البناء. هتقولي ازاي بيستمر في البناء؟ هقول لك ان مع شهر يناير الماضي النادي الاهلي تعاقد مع مجموعه من اللاعبين، حوالي 6 7 8 لاعبين مهمين جدا جدا. دول وظيفتهم ايه؟ بخلاف ان هم طبعا لاعبين، لكن هم وظيفتهم في استراتيجيه النادي الاهلي ايه؟ ان هم كانوا بدايه لبناء فريق قوي جدا للنادي الاهلي. في شهر يناير مستحيل ان انت تضم كل اللاعبين اللي انت بترغب في التعاقد معاهم في شهر يناير اللي فات. صعب شويه. في نص الموسم، وفي بعض الانديه ممكن ما ترضاش انك تتعاقد مع لاعبين من عندهم في ظل الاحتياج، ولسه الموسم ما خلصش، وكان من ضمن نسبه الموسم برضه لسه ما خلصش عندنا يعني. لكن المهم كانوا بدايه البناء، والنادي الاهلي في مرحله استمرار البناء لفريق كره القدم في المرحله الحاليه. البعض مشغول طبعا، الناس مشغوله ببطوله الامم الافريقيه، لكن النادي الاهلي مركز جدا طبعا ان هو ازاي يقدر يدعم الفريق ويقدر يخلي الفريق ده اقوى فريق في افريقيا زي ما كنا متعودين دايما على النادي الاهلي لحد فتره قريبه جدا. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي لن يبخل اطلاقا على في شان اي امر من الامور التي قد تقود النادي الاهلي لتحقيق القاب عديده، ده شيء مؤكد منه. لكن اللي عايز اكده لحضراتكم ان مرحله البناء مستمره في النادي الاهلي خلال الفتره دي، وباذن الله تنتهي قريبا فيما يخص التعاقدات وفيما يخص اكتمال بناء تيم قوي جدا للنادي الاهلي خلال الموسم الجديد. وده الهدف الاساسي عند المسؤولين في النادي الاهلي، واللي بصراحه كده بيشتغلوا عليه دلوقتي بكل قوه وبكل تركيز كبير جدا يقود النادي الاهلي نحو النجاح الدائم والمستمر لسنوات كمان كتير، مش السنه الجايه بس. التخطيط، انت دايما بتخطط لقدام مش للي تحت رجليك. اللي تحت رجليك اكيد ده في سكتك لازم تنجح فيه، لكن اللي قدام ايضا ده من ضمن طموحاتك واهدافك اللي لازم تحققها وهتحققها باذن الله. فده شيء كان مهم، كان لازم يعني نطمن كل جمهور النادي الاهلي فيما يتعلق بالفريق ونديله جزء من التفاؤل اللي دايما موجود عند جمهور النادي الاهلي بشان فريق كره القدم، اللي اصلا احنا عندنا فريق قوي جدا، وقدر مجلس اداره النادي الاهلي في بدايه البناء لهذا الفريق انه يتعاقد مع مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في الحقيقه، وهيكون في استمرار للتعاقد مع البعض مع الابقاء
على اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت عشان كلهم مع بعض يكونوا توليفه قويه واضافه قويه لمسيره ان شاء الله تكون ناجحه للنادي الاهلي فيما هو قادم من تحديات وبطولات اكيد مهمه قوي كلنا مستنيينها بالنسبه للنادي الاهلي. ده فيما يخص النادي الاهلي، لكن ايضا جزء اخر مهم جدا بالمنتخب الوطني المصري. وخلاص انت بعد بكره اول مباراه ليك في بطوله الامم الافريقيه امام منتخب زيمبابوي، البعض بيستهين شويه بهذا المنتخب، بالعكس منتخب قوي جدا عنده عناصر قويه جدا ابرزهم خاما بيليت لاعب هذا المنتخب، ولو كلكم تفتكروه كان بيلعب في سان داونز في فتره من فترات واعتقد هو دلوقتي بيلعب في كايزر تشيفز الجنوب افريقيا، فبالتالي لعيب مميز جدا ومش هو بس عنده لاعبين مميزين جدا منتخب زيمبابوي. لكن الازمه هنا فين؟ مفيش ازمه ولا حاجه ان شاء الله، لكن الاختلاف هنا فين؟ في منتخب مصر. بالتحديد فيما يتعلق بحراسه المرمى، وده يمكن سؤال حلقتنا واكيد هنتفاعل مع حضراتكم على مدار الحلقه، لكن بالمناسبه يعني. في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي وبناء على المعلومات اللي وصلت لنا من منتخب مصر الاول وفي اطار استعداده لبطوله الامم الافريقيه، الخلاف على من يحرس مرمى منتخب مصر. هل هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ولا احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز؟ بس جنش حارس ثالث في صفوف المنتخب، الموضوع ده خلاص تم حسم الامر فيه بشكل نهائي. جنش ليس في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر كحارس اول، طبعا هو اضافه اكيد لمنتخب مصر ويلعب حتى لو لعب او لو تم استقرار في النهائي ان جنش يلعب كلنا ورا جنش وكلنا بنسند جنش وبنشجع جنش عشان منتخب مصر امر مفروغ منه. لكن الخلاف دلوقتي ما بين مين؟ ما بين مستر اجيري اللي بيفضل اللي هو المدير الفني منتخب مصر بيفضل البدء بمحمد الشناوي وده عن قناعه تامه منه بمستوى محمد الشناوي بشكل كبير جدا وشايف ان ده انسب حارس لمنتخب مصر خلال هذه الفتره. في المقابل الكابتن احمد ناجي المدرب القدير لحراسه المرمى في منتخب مصر بيفضل اللاعب احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. اختلاف جيد في الحقيقه. هتقولي ازاي اختلافه جيد؟ هقول لك لان هو بيكلمه في صالح المنتخب. بيكلمه الاصلح كل وجهه نظر كل واحد، في الاخر اكيد هيستقروا على مين هو الحارس الاساسي. حتى الان الاقرب هو محمد الشناوي، حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها هو محمد الشناوي، قد يحدث في الامور امور بكره بعده قبل المباراه ويلعب احمد الشناوي. لكن مستر اجيري متمسك تمسك كبير جدا بالبدء بمحمد الشناوي في ظل المحاولات التي يقوم بها كابتن احمد ناجي للبدء باحمد الشناوي كحارس مرمى منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. اختلاف صحي واختلاف في مصلحه المنتخب، وباذن الله باذن الله الاختلاف ده يؤدي في النهايه للاختيار الصائب، سواء كان هو اختيار مستر اجيري واللي بيتمثل في محمد الشناوي او اختيار الكابتن احمد ناجي واللي بيتمثل في احمد الشناوي، كل واحد فيهم عايز مصلحه المنتخب، كل واحد فيهم عايز الاقوى والاقدر واللي يقدر يساعد المنتخب في تحقيق الهدف المرجو والاساسي والاسمى وهو تحقيق اللقب. فخلال خلال بكره بالكثير وطبعا قبل المباراه هيكون تم حسم هذا الامر بشكل نهائي جدا، وممكن خلال ساعات قليله كمان يتم حسم هذا الامر بشكل نهائي. لكن زي ما قلت لحضراتكم حتى الان الاقرب للبدء في حراسه مرمى منتخب مصر هو اللاعب محمد الشناوي. ايا كان مين اللي هيلعب، شناوي او شناوي او جنش، احنا في ظهرهم وبنساندهم باذن الله لمساعده المنتخب الوطني المصري في تحقيق الالقاب. بالمناسبه النهارده كان في مؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، مباراه منتخب مصر وزيمبابوي، وكان في تصريحات مهمه جدا لمستر اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني. التصريحات دي هنتكلم عليها بالتفاصيل قوي قوي مع على مدار الحلقه، لان مستر اجيري قال تصريح مهم قوي جدا 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 كمان بخصوص المنتخب وبخصوص بطولة الدوري، بس مع على مدار الحلقة أكيد هنتطرق لهذا التصريح في المؤتمر الصحفي الخاص بمستر أجيري النهاردة استعدادا لمباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، وهي أولى مباريات المنتخب في هذه البطولة، وإن شاء الله الدفعة والبداية تكون قوية جدا عشان تقدر تبني عليها لما هو قادم من مباريات خلال هذه البطولة، وفي الآخر تحقق اللقب اللي كل الشعب المصري مستنيه وعندنا تفاؤل كبير بإذن الله. أو مش كلكم عندكم تفاؤل أنا عارف، بس في ناس برضه عندها تفاؤل إن شاء الله هيحصل ومنتخب يفوز ببطولة الأمم الأفريقية. اللي كتب بقى على النادي الأهلي في الصحف، خلينا نروح نشوف. مجلة الأهلي، تحديد موقف رمضان صبحي. الشروق، الاهلي يرفض رحيل مؤمن زكريا، باسم علي يدخل ضمن صفقه طاهر محمد طاهر
ولجنة التخطيط توافق على رحيل أزارو. مجلة الأهلي، زكريا وجمال مستمران. المسا، المستبعدون أزمة في الأهلي. لاسارتي استقر على الرحيل 11 لاعبا والإدارة تطالبهم بالموافقة على الدخول في صفقات تبادلية. اليوم السابع، الأهلي يترقب ثنائي بيراميدز دونجا ومنصور. جدل في لجنة التخطيط بسبب جيرالدو، وعبد الحفيظ يحذر اللاعبين من التخلف عن موعد العودة للتدريبات. طيب قبل كده على مدار الحلقات اللي فاتت انا كنت بقول لحضراتكم ان في امور بيتم الاعلان رسميا من قبل النادي الاهلي عنها، وبالتالي احنا هنعلن رسميا، وفي امور بتبقى يعني جدل كبير في الساحه الرياضيه المصريه، وبالتالي ما بيبقاش في اي خبر رسمي خرج من عن النادي الاهلي او من خلال النادي الاهلي، وبالتالي احنا مش هنتكلم عن هذا الخبر وتفاصيله بشكل كبير. اللي نقدر نقول لحضراتكم في بعض هذه الأخبار إن حتى الآن مفيش أي قرار خرج بشكل رسمي من النادي الأهلي، لكن في المقابل النهاردة عندنا بعض الأمور اللي خرجت بشكل رسمي من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ. أهم هذه الأمور فيما يتعلق برمضان صبحي، وده اللي هبتدي بيه من خلال مجلة النادي الأهلي، واللي بتقول إن تحديد موقف رمضان صبحي خلاص على وشك النهاية. تحديد موقف رمضان صبحي بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في إن كابتن سيد عبد الحفيظ صرح من خلال مجلة النادي الأهلي، وهي منفذ مهم جدا إعلامي لكل الجماهير الأهلوية، وأي كلام بيتكتب في مجلة الأهلي، أي كلام بيتقال في قناة الأهلي، أي كلام بيتقال في الموقع الرسمي للنادي الأهلي خلاص ده كلام مصدق بيه. فبالتالي سيد عبد الحفيظ قال إيه؟ قال إن إحنا في طريقنا لحسم أو محاولة حسم المفاوضات مع هدرسفيلد الإنجليزي بشأن رمضان صبحي، وفي مفاوضات مستمرة. وقال كمان إن رمضان صبحي هينضم لتدريبات النادي الأهلي. ليه؟ لأن العارة بتاعته حتى الآن لسه ما انتهتش، هتنتهي إمتى؟ يوم 30 يونيو، 30 من الشهر الجاري. وهيكون في محاولات، ده على حسب تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، هيكون في محاولات لإنهاء صفقة رمضان صبحي قبل نهاية هذا الشهر وقبل اليوم الأخير في الشهر وآخر يوم لإعارة رمضان صبحي حتى الآن مع النادي الأهلي من قبل هدرسفيلد. فبالتالي دي تصريحات رسمية. وده كلام رسمي احنا بنقول لحضراتكم من خلال هذه التصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ ان خلاص النادي الاهلي بيتجه بشكل رسمي في التفاوض مع رمضان صبحي ومحاوله حسم هذه الصفقه. هيكون في محاوله تحديد مصير اللاعب قبل ان شاء الله نهايه هذا الشهر، لكن رمضان صبحي يوم السبت ان شاء الله هو خد خلاص راحه مع اللاعبين اللي خدوا راحه عادي جدا فريق النادي الاهلي بشكل كامل، وهنضم التدريبات يوم السبت ان شاء الله مع النادي الاهلي عشان يواصل هذه التدريبات حتى موعد تحديد مصيره. امتى هيحدد مصيره؟ بكره، بعده مش عارفين، بس عندك لغايه اخر الشهر ده ممكن في اي يوم تسمع خبر انضمام رمضان صبحي للنادي الاهلي بشكل رسمي او على سبيل الاعاره، او فشل انضمام رمضان صبحي. طبعا كجمهور للنادي الاهلي اكيد كله بيتمنى انضمام لاعب بامكانيات وقدرات رمضان صبحي، والاكيد النادي الاهلي هيحاول بمنتهى القوه في حسم هذه الصفقه نظرا لمدى الافاده الفنيه الكبيره العائده على الفريق في حالة التعاقد بشكل نهائي مع لعيب مميز جدا جدا زي رمضان صبحي. فبالتالي ده خبر رسمي، واكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في حسم هذه الصفقه وفي حسم كل الامور اللي بتخص الفريق الاول كره القدم، مش بس الفريق الاول في الحقيقه، النادي الاهلي كيان كبير وعنده ملفات كثيره مهمه جدا في مختلف الفرق كمان، فريق اليد، الطايره، السله، كره القدم، كل الفرق اهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. نروح بقى للشروق. الشروق بتقول ايه؟ بتجتهد وبتقول ان الاهلي يرفض رحيل مؤمن زكريا. وانا قلت لحضراتكم او احنا كبرنامج قلنا لحضراتكم خلال الفترات اللي فاتت ان حتى الان مفيش اي تصريح رسمي خرج بخصوص مؤمن زكريا من النادي الاهلي. ممكن على النهارده تقريبا هيكون معانا تصريح رسمي او حاجه هنعرف من خلال برضو مجله النادي الاهلي. الخبر اللي جاي هيعلق على هذا الخبر اللي قدامكم. فالشروق بتجتهد وبتحاول ان هي بتقول ان الاهلي مش هيسمح لمؤمن زكريا بالرحيل، وان باسم علي هيدخل ضمن صفقه طاهر محمد طاهر. ده برضو اجتهاد، حتى الان ما فيش اي امور بشاننا ان احنا نعلق عليها رسميا خرجت من النادي الاهلي.
كلها امور واجتهادات طبيعيه جدا من الصحف، لكن مفيش خبر مؤكد حتى الان. ولجنه التخطيط توافق على رحيل ازار، طبعا مفيش خبر مؤكد حتى الان، وخصوصا فيما يتعلق بملف الاجانب كلام كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت، وجاي هيمشي شويه وبعد كده جيرالدو هيمشي وبعد كده ازار هيمشي، برضو كلام كتير جدا بهذا الخصوص. لكن الخبر اليقين صدقني وانتم متعودين على كده، الخبر اليقين دايما بيكون جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما ما بيعلنش عن اي حاجه غير لما بيخلصها بشكل رسمي، ما بيعلنش عن الاستغناء عن اي لاعب غير لما يرحل بشكل رسمي. وده اللي جمهور النادي الاهلي دايما دايما على مدار السنوات والسنوات العديده الماضيه متعود على هذه الجزئيه، وايضا متعود انه يسمع كلام كتير، بس دايما دايما هتسمع عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن ينضموا للنادي الاهلي وعدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن يرحلوا عن النادي الاهلي. ما تصدقش حاجه غير لما يكون بشكل رسمي يتم الاعلان من قبل الوسائل الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي بشان هذه الصفقات او بشان اي خبر في العموم يخص النادي الاهلي. مجله الاهلي بقى واللي بتقول ان زكريا وجمال مستمرين، ده بناء على تصريحات ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ، اذا تصريحات رسميه، اذا مؤمن زكريا مكمل وعمرو جمال مكمل. واحنا يوم السبت اللي فات جبنا لكم مداخله مع عمرو جمال لاعب النادي الاهلي، وهو قال الكلام ده في المداخله بنفسه، قال انا مستمر مع النادي الاهلي وانا تحت امر النادي الاهلي فيما يراه، وانا نفسي ان انا باذن الله احقق شيء جديد يكون اضافه ليا مع النادي الاهلي، وان هو كان بيمر بفتره من سوء الحظ الكبير جدا اللي كان بيصادفه سواء فيما يتعلق بالاصابات او فيما يتعلق بقرارات مثلا ممكن ما يكونش كان موفق فيها الانتقال لبعض الانديه. لكن المؤكد واللي سمعناه من عمرو جمال بنفسه في هذا البرنامج يوم السبت الماضي، واللي قاله كمان النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ في مجله النادي الاهلي، ان اللاعب مكمل هو ومؤمن زكريا. لعيب كبير مؤمن زكريا بعيد جدا طبعا زيه زي عمرو جمال، لكن اكيد عندهم تحديات واهداف خاصه جدا ان هم يرجعوا ويظهروا باحسن صوره لجمهور النادي الاهلي. وبصراحه كده التحديات دي كلها في صالح جمهور النادي الاهلي وصالح النادي الاهلي نفسه. ليه؟ لان لما يكون عندك اثنين لعيبه زي عمرو جمال ومؤمن زكريا وعندهم اصرار كبير على العوده بشكل كويس قوي، فده هيكون في صالح الفرقه. حد يقدر ينكر مدى استفاده النادي الاهلي من مؤمن زكريا على مدار السنوات اللي لعبها على النادي الاهلي؟ لا طبعا، اللعيب افاد النادي الاهلي كثيرا وجاب للنادي الاهلي بعض البطولات. عمرو جمال حد يقدر ينكر مدى افاده عمرو جمال في المواسم اللي لعبها مع النادي الاهلي؟ لا طبعا، ايضا جاب بطولات ولعب مواسم جيده جدا واحرز اهداف كتير جدا زيه زي مؤمن. فبالتالي مصلحه النادي هي في الحماس الكبير سواء عند عمرو جمال او عند مؤمن زكريا او عند باقي لاعبي النادي الاهلي في بدايه موسم قوي بمستوى رائع يؤهل لحصد الالقاب المختلفه باذن الله اللي هيشارك فيها النادي الاهلي خلال الموسم الجديد. المسا بقى بتقول ان المستبعدون ازمه في الاهلي، ولاسارتي استقر على 11 لاعب والاداره تطالبهم بالموافقه على الدخول في صفقات تبادليه. طبعا مع احترامنا الكامل لجريده المسا، لكن الخبر ده غير صحيح على الاطلاق. هتقول لي ازاي غير صحيح، انت كده بتقول معلومه مؤكده؟ لا هقول لك منطقيا بس مش اكتر، بخلاف ان طبعا النادي الاهلي لازم يعلن رسميا، لكن في امور ثانيه لو قريت متن الخبر هتلاقي ال 11 لاعب مين هم بقى. هتلاقي ايه؟ احمد حمودي، حسام عاشور، هشام محمد، محمد نجيب، اسلام محارب، محمد شريف، مؤمن زكريا اللي لسه النادي الاهلي من خلال مجله النادي اعلن استمرار مؤمن زكريا على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، مؤمن زكريا محطوط ضمن ال 11 لعيب في جريده المسا. احمد الشيخ، جونيور اجاييه اللي امبارح كان في اخبار بتقول ان خلاص لجنه التخطيط بتتمسك بجونيور اجاييه، واول امبارح كان في اخبار بتقول ان لجنه التخطيط وجهاز الفني وكادره لاسارتي مش عايزين جونيور اجاييه، والنهارده يقول لك ايه؟ جونيور اجاييه ده من 11 لاعب من اللاعبين اللي هيرحلوا عن النادي الاهلي، واللي استقر مستر لاسارتي على ان هم يرحلوا عن النادي الاهلي، بخلاف جونيور اجاييه كمان جيرالد، وكمان حاطين مين؟ احمد فتحي. طيب انا هسيبك انت كمشجع للنادي الاهلي. 11 لاعب قد يكون منهم اسماء ممكن ترحل على النادي الاهلي طبقا الرؤيه الفنيه لمستر لاسارتي والجهاز الفني. لكن في المقابل انت لو فكرت كده كاهلاوي وقعدت تقرا الاسماء دي هتلاقي ان مش منطقيا جدا بعضهم انه يرحل على النادي الاهلي بالعقل كده وبالمنطق. فبالتالي تاكد ان الخبر ده غير صحيح. مع احترامنا الاجتهاد طبعا زمايلنا الصحفيين والجرايد كلها يعني وبنحترمهم اشد الاحترام، لكن حتى الان الخبر ده غير صحيح. و11 لاعب منهم ناس كتير جدا صعب ان هم يخرجوا من النادي الاهلي، ومنهم ناس قد
يستغني عنهم النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بس منطقيا مش حقيقي. اليوم السابع الأهلي يترقب ثنائي بيراميدز دونجا ومنصور، وجدل في لجنة التخطيط بسبب جيرالدو وعبد الحفيظ يحضر أو يخطر اللاعبين، يحذر اللاعبين من التخلف عن موعد العودة للتدريب. الأهم بقى في إيه؟ الجزء الأول في الخبر. مش عارف استنتاج هو مثلا من الجريدة أو من الصحفي اللي كتب الخبر، مع احترامنا الكامل والشديد ليه يعني، ما أعتقدش الموضوع صعب قوي يعني. دونجا لعيب قوي جدا، أحمد أيمن منصور لعيب مميز جدا، تحديد دونجا بصراحة لعيب جامد قوي، واثنين لعيبة دوليين لاعبين مهمين جدا. الأهلي بيفكر فيهم، أنا هسيبك برضو كمشجع للنادي الأهلي تفكر كده، هل النادي الأهلي ممكن يكون بيفكر فيهم؟ ما حدش عارف إيه اللي هيحصل بكرة، ما حدش يعرف، بس حتى هذه اللحظة كلام مش منطقي، حتى هذه اللحظة ما فيش كلام ده خالص، مش طبيعي يعني، كلام مش منطقي خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ بيحذر اللاعبين من التخلف عن موعد العوده للتدريبات، وده مهم جدا، والنادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي دايما ملتزمين، مفيش حد اللي هو بيتخلف عن موعد العوده للتدريبات او عن اي تدريب غير بالتنسيق مع الجهاز الاداري والجهاز الفني بالنادي الاهلي، مفيش حد من نفسه كده النهارده عندي تمرين لا انا مش هروح، الكلام ده غير منطقي، فطبيعي جدا في تواصل دائم ما بين الجهاز الفني حتى في اوقات الاجازات، الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني كله ومثلثاته وجهاز المعاون دايما في تواصل مع اللاعبين واختارهم بكل ما هو جديد يخص الفريق، وده شيء طبيعي جدا ومنطقي، واكيد كل اللاعبين ان شاء الله باذن الله بما فيهم المعارين اللي يسمح ليهم العوده والانضمام للتدريبات هيكونوا متواجدين في التدريبات الخاصه بالنادي الاهلي يوم السبت الجاي ان شاء الله. ده اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف، ايه بقى اللي اتكتب في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الشروق، الاهلي يبدا المفاوضات الرسميه مع هدرسفيلد للابقاء على رمضان صبحي. سوبر كوره، حقيقه الخلاف بين الاهلي وهدرسفيلد في ملف رمضان صبحي. فيتو، سيد عبد الحفيظ يعود من اسبانيا السبت. اليوم السابع، لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تجتمع مع فتح مبروك السبت المقبل. يلا كرة، مدير تعاقدات الأهلي لم نفاوض ديبالا النصر ولا نعرف شيئا عنه. اليوم السابع، الأهلي يعلق على العرض السعودي الرسمي لضم علي معلول. يورو سبورت عربية، جلسة الحسم والغزال يرفض الرحيل وموقف محارب. الشروق بتأكد الخبر اللي قلناه لحضراتكم من شويه بشكل رسمي، هو فيما يتعلق برمضان صبحي، هما بيأكدوا الخبر ايه؟ من خلال مين؟ من خلال نادر شوقي وكيل اللاعب، واللي قال لهم إن رمضان صبحي والمفاوضات مع النادي الأهلي خلاص بدأت بشكل رسمي، وإن النادي الأهلي جدي جدا في محاولة إنهاء التعاقد مع رمضان صبحي. فبالتالي ده تأكيد للخبر اللي نزل في مجلة النادي الأهلي على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ، إذن في مفاوضات فعلا من النادي الأهلي مع رمضان صبحي، وإن المفاوضات أكيد ممكن تاخد وقت قليل، ممكن تاخد وقت كبير، ممكن تنجح باذن الله، ممكن تفشل، كلها دي امور هنشوفها خلال الايام القليله القادمه، ونتمنى نجاح هذه المفاوضات. سوبر كوره بقى بتتكلم على الخلاف اللي ما بين النادي الاهلي واداره هدرسفيلد الانجليزي فيما يتعلق برمضان صبحي. وبيقولوا ان الخلاف موجود في ايه؟ موجود في ان النادي الاهلي عايز يتعاقد معه على سبيل الشراء بشكل دائم ونهائي، في المقابل هدرسفيلد عايزين يطلعوا اللاعب على سبيل الاعاره. ده كلام مين؟ سوبر كوره. الخبر اللي قبله الشروق قالوا ايه؟ قالوا ان نادر شوقي وكيل اللاعب ما رضيش يقول هل رمضان صبحي هينضم للنادي الاهلي على سبيل الاعاره ولا على سبيل البيع النهائي. اذا سوبر كوره بتجتهد حتى الان، لكن برضو معنى الكلام ان خلاص المفاوضات موجوده، المفاوضات موجوده ما بين النادي الاهلي وهدرسفيلد، هتخلص على اعاره بيع نهائي، ده اللي هنشوفه خلال الايام القليله المقبله ان شاء الله. فيتو، كابتن سيد عبد الحفيظ يعود من اسبانيا يوم السبت، زي ما قلت لحضراتكم كابتن سيد عبد الحفيظ خلاص سافر امبارح، وصل امبارح لاسبانيا هو وكابتن امير توفيق مدير اداره التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي، وبينسقوا في كل ما يخص
معسكر النادي الاهلي في اسبانيا. معسكر النادي الاهلي في اسبانيا هيكون بدايه من يوم 2 يوليو وهيستمر على مدار 12 يوم تقريبا. هيكون معسكر مميز جدا ومعسكر قوي جدا يساعد الفريق باذن الله ان هو يحقق كل الالقاب وكل البطولات اللي هيشارك فيها خلال الموسم الجديد. والاهم كمان ان احنا نشوف اداء يكون قوي. بتكلم انا بدري شويه في الحته دي ماشي، لكن المعسكر هيكون ناتج على انك تشوف اداء قوي ونتائج قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الموسم الجديد، وده اللي ان شاء الله باذن الله اتمناه، وده اللي بيعكف عليه كل المسؤولين في النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. تمام. اليوم السابع، لجنه التخطيط للكره بالاهلي تجتمع مع فتح مبروك السبت الموجب، وده اجتماع هيكون مهم جدا بشانه ايه؟ مناقشه تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه للموسم الجديد الخاصه بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا احنا عارفين كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لجنه التخطيط بس مش مهتمه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي، لكن كمان مهتمه بقطاع الناشئين في النادي، لان هو طبعا منفذ مهم جدا بيلجا ليه النادي الاهلي في حاله الاحتياج لبعض العناصر اللي ممكن تفيد الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. فبالتالي الاهتمام قوي جدا بكل ما يخص كره القدم بالنادي الاهلي. الاجتماع هيكون يوم السبت المقبل، واكيد هيكون اجتماع هام وهيتم مناقشه فيه كل التشكيلات الخاصه بالاجهزه الفنيه مختلف الاعمار والاجهزه الاداريه والاجهزه الطبيه. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله لجنه التخطيط، لانه واضح كده ان هم هيكون لهم دور قوي جدا، واضح كده ان هو كان قرار اكثر من رائع من المسؤولين في النادي الاهلي لتشكيل هذه اللجنه، واللي بتضم عناصر قويه جدا واصحاب خبرات كبيره جدا، الدكتور طه اسماعيل او كابتن زكريا ناصف او كابتن خالد بيبو. يلا كوره بتتكلم، وده تصريح ايضا واضح ان هو رسمي لامير توفيق مدير اداره التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي، اللي بيقول ان احنا ما نعرفش حاجه خالص عن ديبالا النصر ده. امبارح واول سمعنا ايه؟ ان اللاعب خلاص بيعلن ان هو انضم للنادي الاهلي، وانه مضى 5 سنين، وان وكيله طبعا اللي حضراتكم شايفينه في الصوره عماد او عفوا تامر النحاس، وان خلاص المفاوضات شبه انتهت وان اللاعب هينضم وكلام من ده. امير توفيق من خلال موقع يلا كوره بينفي هذا الخبر اطلاقا، وحتى الان مفيش اي جديد، حتى هذه اللحظه مفيش اي جديد بخصوص هذا اللاعب، واللاعب مش متواجد في النادي الاهلي وما مضاش مع النادي الاهلي. واكيد النادي الاهلي لو كان خلص اللعيب ده زي ما يقال كده كان زمانه اعلن. ليه مش هيعلن يعني هيكون ايه وجهه النظر انك ما تعلنش على صفقه انت خلصتها، خصوصا ان هم بيقولوا لاعب مميز جدا. لو الصفقه خلصت اكيد النادي الاهلي هيعلن يعني عن انضمامه للنادي الاهلي، لكن واضح من كلام امير توفيق ان مفيش خالص هذه الصفقه حتى الان. اليوم السابع، واللي بتقول ان مصدر في النادي الاهلي علق على العرض السعودي الرسمي لضم علي معلول. طالما في مصدر يبقى الخبر ده اجتهاد، وممكن يكون في عروض مثلا جات لعلي معلول عن طريق الوكلاء، دي حاجه احنا ما نعرفهاش، واكيد النادي الاهلي كان برضو ممكن اعلن بشكل رسمي. لكن علي معلول احد الركائز الاساسيه في النادي الاهلي، واكيد النادي الاهلي هيعتمد عليه بشكل كبير جدا الموسم الجديد. وحتى لو جاء عرض لعلي معلول طبعا امر متروك للنادي، لكن اعتقد هيكون في صعوبه كبيره جدا في استغناء عن علي معلول. يورو سبورت عربيه، جلسه الحسم والغزال يرفض الرحيل وموقف محارب، يعني كلام شويه بيركز على اخبار النادي الاهلي وبيركز على التوقعات اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جاي، لكن كلها امور خلاص. الغزال قاعد عمرو جمال، ما فيش كلام في الموضوع ده، موقف اسلام محارب، هم بيقولوا ان احتمال النادي الاهلي يدخله صفقه تبادليه ولا حاجه، الكلام ده حتى هذه اللحظه غير مؤكد اطلاقا. فبالتالي كلها امور واجتهادات كلها طبيعيه جدا خلال المرحله الحاليه من الموسم، وهي مرحله التعاقدات والانتدابات والاستغناءات كمان في اي فريق بس مش النادي الاهلي، لكن دايما بيبقى التركيز كبير جدا على النادي الاهلي لانه هو اكبر نادي في مصر بشكل طبيعي، سواء هو او الزمالك التركيز اكبر على النادي الاهلي في الحقيقه، لان اي لعيب مميز في مصر ممكن زميل صحفي او مشجع للاهلي شايف ان هو لعيب كويس جدا بيتمناه للنادي الاهلي، بيتمنى انه ينضم للنادي الاهلي، فبالتالي ده لعيب مميز اتوقع ان هو ينضم للنادي الاهلي. لو انضم يبقى انا الخبر بتاعي صح، لو ما انضمش يبقى انا اجتهدت وحاولت ومفاوضات فشلت. وعادي اسلوب يعني اجتهاد من الناس وشغلهم وحقهم ان هم يجتهدوا بكل صراحه يعني.
دي كانت اخبار الاهلي في الصحف. هنروح الفقره اللي جايه فقره مهمه جدا عن اخبار الكان بشكل عام. قبل ما نروح للاخبار المحليه بس اخبار الكان ليه الاهم دلوقتي؟ ليه؟ لان في اخبار كتيره جدا متتعلق بكل المنتخبات اللي وصلت واللي لسه هتوصل لمصر خلال الايام القليله المقبله للمشاركه في بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي اخبار هتكون مهمه. خلينا نروح نشوفها، يلا بينا. ركز معايا بقى في الخبر ده، اول خبر وهنتكلم في اخبار الكان ومصر من ضمن المنتخبات اللي هتشارك في البطوله. اول خبر من اليوم السابع، واجيري هدفنا اسعاد المصريين. اوكي ده شيء طبيعي وبديهي جدا، لكن لما تيجي تقرا الخبر هتلاقي ان اجيري تطرق لجزء مهم قوي قوي قوي، وهو انه لقى صعوبات في فتره الاعداد لمنتخب مصر والاسبوعين اللي قبل البطوله. ليه؟ لانه لقى تفاوت بدني ما بين اللاعبين. ليه؟ على حسب تصريحات اجيري، لان في بعض اللاعبين الموجودين في المنتخب خلصوا الموسم، وبعض اللاعبين الموجودين في المنتخب لسه ما خلصوش الموسم، فبالتالي في اجهاد ذهني عند البعض اللي ما خلصوش، وفي اجهاد بدني عند البعض اللي لسه ما خلصوش، وفي راحه بدنيه كبيره جدا عند البعض اللي خلصوا البطوله وخدوا راحه بعد ما خلصوا بطوله الدوري يعني او الموسم المحلي. فبالتالي كان صعب قوي للراجل وللجهاز الفني ان هم يبتدوا فتره اعداد، او مش فتره اعداد يعني، يستعدوا لبطوله الامم الافريقيه بشكل متساوي لكل اللاعبين. دي تصريحات مستر اجير، وده بياكد ايه؟ بياكد ان وجهه نظر النادي الاهلي كانت صحيحه 100%. الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا وصوتنا اتنبح في الجزئيه دي بالتحديد فيما يخص اهميه انتهاء بطوله الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه، خلاص اللي حصل حصل، وبطوله الدوري لسه هتخلص بعد بطوله الامم الافريقيه بالنسبه طبعا لقرار اتحاد الكره. لكن ده بيثبت ايه؟ بيثبت صحه ومدى صحه كلام النادي الاهلي وطلبات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، واللي كلكم اكيد تبعتوها بشكل كبير. ايا كان نتمنى، وده ايضا من ضمن تصريحات مستر اجيري، ان اللاعبين قدر ان هو بصعوبه يجهزهم بشكل قوي جدا لبطوله الامم الافريقيه، وشايف ان هم خلاص اصبحوا جاهزين فنيا وبدنيا لهذه البطوله، وقال ان هدفنا كله اسعاد الشعب المصري. لكن الجزء اللي فات في مش في الخبر، مش في العنوان، في المتن نفسه اللي قرا الخبر كان جزء مهم جدا، ولازم تاخد بالك من الامور اللي بين السطور دي وتعلق عليها عشان تقيم الامور بشكل صحيح. بوابه الاهرام، محمدي من خلال طبعا المؤتمر الصحفي ايضا وخاص بمباراه زيمبابوي قال ان مجموعه مصر مش سهله. محمد صلاح من افضل 3 لاعبين في العالم. محمدي طبعا كابتن منتخب مصر ولاعيب مميز جدا، والمباراه الاولى امام
الأفريقية، نفس التصريح تقريبا لقائد الكونغو يوسف مولوبو، وقال ان الدفاع سلاحنا في امم افريقيا. البعض ممكن يكون بيتوقع او شايف ان الدفاع وسيله مهمه جدا لاحراز الفوز بدايه واحراز البطولات، وارد جدا ان انت تواجه منتخبات منظمه جدا دفاعيه منهم المنتخب الكونغولي. واضح جدا جدا من خلال تصريحاتهم ان هم هيركزوا على الجانب الدفاعي الاول، ممكن يكونوا بيلعبوا على الهجمات المرتده، وده هنشوفه على مدار البطوله. بطولات كمان بتقول ان اول لاعب خرج من او تم استبداله من بطوله الامم الافريقيه هو لاعب منتخب غينيا بيساما سانوكو، والبديل بتاعه كان الحسن بانجورا، وده بسبب الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه مصر الوديه. هو الظهير الايمن، لاعب عنده 27 سنه، لاعب مميز، فبالتالي خلاص هو خرج بره بطوله الامم الافريقيه وتم تعويضه باللاعب الحسن بانجورا. الصريح التونسيه قالت ان سفاره مصر بتونس تسهل الفيزا. سفير مصر بتونس اتكلم وساعد الجالية التونسية في الحصول على التأشيرات للوصول لمصر، وكمان أكيد يا جماعة مصر وكل المسؤولين في جمهورية مصر العربية هيسهلوا كل الأمور للأشقاء العرب كمان، وكل الجماهير والجاليات العربية اللي هتكون متواجدة والأفريقية بشكل عام اللي هتكون متواجدة في مصر، وهيتم إزالة كل البنود أو كل العقبات التي قد تواجه التونسيين او المغربيين او حتى الاوغنديين. اي حد من جماهير والجاليات الافريقيه هيكون متواجد ان شاء الله هيقضي فتره كويسه جدا في مصر كالمعتاد كاي حد جه مصر وزار مصر كاجنبي، فباذن الله هيكون الامور بالنسبه لهم مهيئه بشكل كبير جدا، وهيتم ازاله كل العقبات التي قد تواجه بعض الجماهير في مصر، وان شاء الله مش هيكون في عقبات ولا اي حاجه، وفي تنسيق بشان كل هذه الامور، وتنسيق كمان بشان إقامة جيدة لكل الجماهير الأفريقية في مصر، وده شيء مهم. إذاعة جوهرة اف ام التونسية، المنتخب الوطني اليوم السفر إلى مصر، بيقولوا إنه خلاص هم النهارده هيستعدوا للسفر لمصر، النهارده بالليل هيتحركوا في طريقهم للوصول لجمهورية مصر العربية عشان يستعدوا بشكل نهائي لبطولة الأمم الأفريقية، وإحنا عارفين إن هم المجموعة بتاعتهم في السويس، وإن شاء الله نتمنى للمنتخب الشقيق التونسي كل التوفيق في أي مواجهة ما عدا مواجهة منتخب مصر. طب خلينا سريعا نروح للإعلامي التونسي الأستاذ أمير بوكا. يا أستاذ أمير مساء الفل عليك. مساء الورد والياسمين حبيبي أمير هشام، لك أنت أكيد كل السادة المشاهدين مشاهدي قناة الأهلي، خاصة برنامجك المتألق بصراحة كلام في ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا رب. عايزين نطمن طبعا على منتخب شقيق زي المنتخب التونسي، وبالمناسبة أكيد هو منتخب محبوب جدا في مصر، والشعب التونسي بشكل عام محبوب جدا في مصر، ومرحب بكل الترحيب أثناء تواجده في جمهورية مصر العربية وخوضه لبطولة الأمم الأفريقية. الاستعدادات الأخيرة بالنسبة للمنتخب التونسي بشأن هذه البطولة. المنتخب التونسي أمير على أتم استعداد أكيد كويس، في خوض يعني نقطة مهمة للغاية في خوض كأس أمم إفريقيا في بلادنا يعني اليوم مصر، تعرف العلاقات القوية بين الشعب المصري والشعب التونسي، خاصة كي نحكيو على الفرق بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، يعني علاقات وطيدة من زمان يعني مش من اليوم. المنتخب التونسي على تم استعداد أكيد ألان جيريس في القائمة اللي أعلن عليها 23 لاعب، ولكن الكواليس تقول اللي يمكن التشكيلة اللي سيعتمد عليها المدرب الوطني مدرب المنتخب التونسي أنا جيريس تكون تشكيلة اللي يلعب بها لقاء المنتخب الكرواتي، يعني تذكروا انتصار على المنتخب الكرواتي طبعا، يعني خسارة المنتخب الكرواتي للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات على أرضه وبين جماهيره. وكذلك نقطة أخرى أمير بما يخص المنتخب التونسي، يعني مقارنة بالفرق الموجودة مع المنتخب التونسي في المجموعة، منتخبنا في آخر 3 مقابلات يعني 6 أهداف يسجلهم 3 انتصارات يقبل هدفين، بالمقارنه مع المنتخبات الاخرى يعني خاصه المنتخب المالي. المنتخب المالي صحيح منتخب قوي، منتخب محترم، خاصه الاسامي اللي عنده على غرار يوسف كوني مدافع الفرنسي، مامادو فوفانا مدافع ميدل الفرنسي، والمهاجم الخطير موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي اللي على فكره سبق له التواجد مع الترجي الرياضي التونسي، اذا يعرف وعنده فكره كافيه على الهجوم التونسي. ولكن نحكيه على الارقام، نحكيه على الانديفيدوال، نحكيه على المهارات الفرديه للاعبين، ولكن المنتخب المالي في اخر 3 مقابلات يعني لم ينتصر، زوز هزائم، هزيمه ضد المنتخب الجزائري والسنغالي، تعادل ضد المنتخب الكاميروني. هذاك علاش اليوم نشوفوا حتى يعني المنتخب التونسي ماشي باريحيه. صحيح لما نشوف الارقام تاع المنتخب ومقابلاتهم الوديه والمقابلات والنتائج نتاعهم في التصفيات يكون فما اريحيه، ولكن بين قوسين اللقاءات المباشره بين المنتخب المالي والمنتخب التونسي شهدت 3 انتصارات للمنتخب المالي مقابل انتصار وحيد للمنتخب التونسي. هذه نقطة مهمة جدا لازم حتى
الاطار الفني واللاعبين يحطوها وياخذوها بعين الاعتبار. المنتخب المالي يعني منتخب قوي جدا، اليوم مش نتكلم عن المنتخب المالي، بالاضافه للمنتخب الموريتاني امير، عندنا منتخب الموريتاني ومنتخب الانغولي، المواجهات المباشره تونس موريتانيا، 6 مقابلات على مر التاريخ، 5 انتصارات للمنتخب التونسي، تعادل وحيد. اذا المنتخب الموريتاني لم ينتصر على المنتخب التونسي على مر التاريخ، ولكن المنتخب هذا المنتخب الموريتاني المغمور، المنتخب خلينا نقول بعباره اوضح بالضبط اول مشاركه لي انتصر على المنتخب الانغولي فعلا بالضبط، انتصر على المنتخب الانغولي في التصفيات، انتصر على المنتخب البوركيني على المنتخب البوتسواني، يعني ترشح للمركز الثاني بنفس الرصيد النقاط مع منتخب الانغولي 12 نقطه زود الفرق كانوا في المركز الاول ممكن المركز الثاني. هذه خلينا نقولوا حوصله للمجموعه عند المنتخب التونسي. اكيد المنتخب التونسي كيف ما قلت قبل قليل سيشد الرحال بعد 10 دقائق من الان. امير عفوا اعطيك المعلومه هذه بصفه خاصه لكم انتم، اكيد 10 دقائق يتحركوا ان شاء الله في تجاههم لمصر اتجاه مصر. طيب انا عايز اسال بالتحديد عن الشعب التونسي ومدى تفاؤله بمسيره المنتخب التونسي في بطوله الامم الافريقيه، وهل توقعاتهم واصله مع المنتخب لحد فين من خلال متابعتكم اكيد هناك؟ شوف نحكي وخلينا نحكي على قسم وحده اللي هو اكيد الصحفيين الاعلاميين الرياضيين تمام والجمهور التونسي. اليوم فما اكيد انت اذا تسال اي واحد امير حتى في مصر عندكم كل مشجع او كل صحفي او كل اعلامي مش يعطيك توقعات، ولكن اليوم طبعا المطلب واضح، مطالبين يعني اليوم المنتخب الوطني التونسي مطالب على الاقل وصول نصف نهائي البطوله تمام بعد لكل حد حديث. اسباب اليوم اللي عندك انت لاعبين على غرار يوسف المتاكلي اللي تحرمنا منه في المونديال الاخير، وهبي الخزري، نعيم السليتي، سرجاني ياساسي، طه ياسين الخميسي، غيلان الشعلالي، اليوم عندك اللاعبين القادرين انهم اكيد يعطيوا اضافه للمنتخب التونسي، وناخذ بعين الاعتبار اللي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا طبعا الموسم الحالي الموسم السابق، بالاضافه للنادي الرياضي الصفاقسي الوصول نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي، النجم الرياضي الساحلي بطل البطوله العربيه. فلذلك اليوم منتخب التونسي عندك نقول احنا بالتونسي شوى تكتيك، يعني اليوم انت تكتيكيا وفنيا عندك القيمه موجوده في اللاعبين الموجودين معاك، الا بصراحه خلينا نفتح هذا الموضوع امير علي معلول. بالظبط، وده سؤالي اللي انا كنت عايز اساله لحضرتك، وهل لسه في اصداء بخصوص استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، وهل في اسباب كمان واضحه لاستبعاد لعيب بامكانيات وحجم علي معلول؟ اليوم خلينا نكون صريح معاك امير ما يخفاش على الشارع الرياضي الكل، فما تكتم كبير جدا جدا على موضوع علي معلول، ولكن المعلومه اللي عندي اللي الشيء اللي ازعج علي معلول اكثر حاجه ازعجت علي معلول هي تسريب خبر اقصائه من قائمه المنتخب الى وسائل الاعلام قبل ما يحكيه مع اللاعب نفسه. يعني حس علي معلول اللي فيها يعني ازعجته بصراحه، تقليل منه شويه، المفروض كانوا يتكلموا معاه الاول يقولوا انت مش هتكون متواجد معنا قبل ما الاعلام يعرف حتى خبر استبعاد نوعا ما. ولكن انا نحب نعرج على النقطه الاخرى، يعني حتى في تونس بعض وسائل الاعلام التونسيه وحتى العالميه وحتى العربيه تتحدث اليوم على انه الاستبعاد نتاعه السبب نتاعه انضباط. احنا نحب نعرج على الكلمه هذه، انا كلمه كبيره جدا جدا، يعني اليوم وقت اللي تحكي انت ينجم يكون وجهه نظر المدرب انا جيريف اللي هو علي معلول في جهه ظهير ايسر يفضلها دفاعيا معناها اساسيا ولا يرتح او ما يتمشاش معاه المساحه اللي يخليها علي معلول. يمكن نفهمك تحكي معايا تكتيكيا طبعا، ولكن اليوم عندما تتحدث عن انضباط علي معلول اليوم الدليل او خلينا نقول احنا الاكزامبل الموجود اليوم علي معلول ركيزه اساسيه من ركائز الفريق الاهلي المصري طبعا طبعا، هو الفريق اللي لا يتهاون خاصه في الانضباط. اذا اليوم علي معلول مانيش انا اليوم مش نحكي علي معلول، يعني حتى تصريحات طارق ذياب تحدث على اقصاء علي معلول وقال اللي خطا كبير جدا من الان جيريس مدرب المنتخب التونسي لاقصاء علي معلول. نفس الشيء بالنسبه لنبيل معلول، نبيل معلول صرح كذلك اللي علي معلول ركيزه من ركائز المنتخب واقصاؤه يعني خساره كبيره للمنتخب التونسي. هذا الكل نحطه بين قوسين، اكيد قرار المدرب الوطني لا تعقيب عليه وهو له مطلق الحريه في اختيار اللاعبين للذهاب لكاس الافريقيه، ولكن اليوم عندما نتحدث علي معلول نحكي على علي معلول يعني يعني هو في الحقيقه عندنا هنا في مصر علي معلول في النادي الاهلي ملتزم التزام كبير جدا جدا، وعنده درجه عاليه جدا من الاحتراف كمان واضحه على علي معلول، وده اللي بيؤدي ان هو بيظهر بمستويات اكثر من رائعه مع النادي الاهلي، فبالتالي كان خبر غريب جدا ومفاجئ بالنسبه لكل المتابعين في مصر يعني بالتحديد. انا بصراحه عن شخصي عن نفسي امير استبعد اللي يكون اقصاء علي معلول بسبب الانضباط، يعني كيف قلت انت قبل قليل علي معلول فنيا قيمه ثابته يعني طبعا احسن الباك يسار او الباك شمال مثل ما تقول انتم عندكم في مصر، هذا لم يكن الاحسن يعني نحطها بين قوسين، ولكن اليوم الاحتراف بتاع علي معلول
تدوينة علي معلول على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إقصائه وتعويضه بلعب النجم الساحلي كريم العواضي، دون وقال سأساند المنتخب التونسي. طبعا طبيعي يعني تعرف أخلاق علي معلول اليوم، مش طبعا طبعا علي معلول ولكن في الختام علي معلول أمير قيمة فنية ثابتة وركيزة من ركائز المنتخب التونسي أكيد. طيب فيما يتعلق بالجالية التونسية، هل ممكن نقدر نعرف العدد ممكن يكون قد ايه من الجماهير التونسيه اللي ممكن يكون متواجدين في مصر عشان يساندوا المنتخب التونسي؟ هو اكيد انا متبع فيك منذ قليل كالعاده امير بصراحه، وبرنامجك كما قلت متعلق باخر. تحدثت كذلك على موضوع التاشيرات في للصحفيين او للجماهير، كان خلينا نكون واضحين نوعا ما كان هناك معناها نوعا ما تعطيل لبعض الصحفيين الرياضيين اكيد اجراءات امنيه خاصه على المعدات معدات العمل، ولكن بالنسبه للجماهير سفير سعاده السفير المصري في تونس بالاضافه للجامعه التونسيه لكره القدم على راس وديع الجرير رئيس الجامعه كان بيناتهم اجتماع ولجنه مشتركه لتسهيل اكيد الحصول على تاشيرات الجماهير المنتخب التونسي باش تكون حاضره بالالاف. يعني انت لو تشوف المباراه الاخيره للمنتخب التونسي بالمنتخب البورندي، يعني المره الاولى نشوفوا ملعب رادس 50,000 مشجع او اكثر خلف المنتخب التونسي، اليوم الشيء اللي ناكدوا العدد سيكون اكثر من 10 او 12,000 مشجع تونسي حاضر في مصر لمساندة المنتخب. اكيد نتمنى للمنتخب التونسي كل التوفيق، ونتمنى له ان هو يوصل لنقطه بعيده جدا في بطوله الامم الافريقيه، بس لما يواجه مصر ان شاء الله تكون دي اخر نقطه. احنا اعطينا نوصل دوس في رقم النهائي يكون تتويج عربي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ امير بوكا طبعا الاعلامي التونسي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على المنتخب التونسي واللي خلاص هيتحرك كمان دقائق في اتجاهه لمصر عشان ان شاء الله يوصل ويستعد لبطوله الامم الافريقيه، واكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه بشكل عام، لكن دايما التوفيق واللي بنتمناه بشكل كبير جدا يكون في صالح منتخب مصر ويحقق هذا اللقب لسعادة كل الشعب والجماهير المصريه. طيب المغرب بقى بطوله الموقع او مجله البطوله المغربي قالت تحديد برنامج المنتخب المغربي في يومه الاول بمصر وموعد اجراء حصته التدريبيه. امبارح المنتخب المغربي وصل مساء لمصر خلاص وخدوا راحه قليله جدا وابتدوا تدريباتهم في مصر عصرا النهارده بالتحديد، والتدريبات كانت بدنيه خفيفه، عندهم مباراه طبعا امام ناميبيا يوم الاحد المقبل. مجموعه المغرب مجموعه قويه نسبيا، معاهم كوت ديفوار ومعاهم جنوب افريقيا وناميبيا، اول مباراه هتكون مع ناميبيا فبالتالي هتكون مباراه قويه للمنتخب المغربي اللي فيه كلام كتير جدا على هذا المنتخب رغم التفاؤل الكبير عند كل المتابعين للكره الافريقيه بشكل عام بقوه هذا المنتخب، لكن في بعض المشاكل اللي بتتعلق بحمد الله مهاجم المنتخب المغربي اللي تم استبعاده، وفي محاولات لاعادته مره اخرى لتشكيله المنتخب المغربي، وايضا فيما يتعلق بالنتائج الخاصه بالمباريات الوديه المنتخب المغربي ما فاز ولا ماتش، ففي قلق شويه عند الشعب المغربي، لكن يبقى هذا المنتخب منتخب قوي في ظل تواجد هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي لمنتخب المغرب، ومدرب كلنا عارفينه ومدرب مميز جدا، فاكيد هيكون منتخب ليه كلمه قويه في بطوله الامم الافريقيه. نروح لموقع غانا ويب واللي قال اسامواه جيان، ده تصريح عن اسامواه جيان وقال طول مده كاس الامم الافريقيه في اجواء مصر الحاره لن يكون سهلا، وبيتطرق لعدد المنتخبات اللي هتشارك في بطوله الامم الافريقيه، وكمان بيتطرق لدرجه الحراره العاليه جدا، وغانا كمان درجه الحراره هناك عاليه جدا، لكن ممكن اسامواه جيان من ضمن المحترفين فمش متعود على درجات الحرارة المرتفعة، لكن قال البطولة هتكون صعبة جدا، وبيطلب من المشجعين الغانيين في بلد غانا ان هم يواصلوا الصلاة من اجل المنتخب باذن الله ما يكونوش موفقين في حصد اللقب، ويكون التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في تحقيق هذا اللقب. يعني دي كانت اهم الاخبار المتعلقه ببطوله الامم الافريقيه 2019 في مصر، واخبار معظم المنتخبات واستعداداتهم ووصولهم للاراضي المصريه علشان يستعدوا بشكل قوي لهذه البطوله. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل مباشره هيكون معنا فقره غايه في الاهميه مع ضيف عزيز جدا وهو استاذ عمر البنوبي، وهنتكلم في تفاصيل وملفات عديده جدا جدا بتخص الكره المصريه بشكل عام بعد الفاصل.
بيشرفني ونورني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير ببوابه اخبار اليوم استاذ الكبير استاذ عمر بنوبي وصديقنا العزيز ومن احد اشطر الصحفيين في هذا المجال. يا استاذ عمر منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك يا كابتن امير، ويعني سعيد بالتقديمه الكبيره دي لانها كمان جايه من حد مميز. حبيبي يعني ربنا يخليك يا عمر. ملفات كتير جدا وكلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، خلينا بالتحديد نتكلم عن النادي الاهلي في البدايه وبعد كده نتطرق بقى باستفاضه فيما يخص المنتخب الوطني. النادي الاهلي ومرحله مهمه جدا، مرحله تحضيريه للموسم الجديد هتبتدي يوم السبت المقبل، مدى اهميه هذه المرحله ومدى اهميه كمان المعسكر الخارجي بالنسبه للنادي الاهلي؟ اعتقد ان اكبر مكسب هيحققه النادي الاهلي في الفتره اللي احنا فيها دي مع اضطراب جدول مسابقه الدوري وكمان الكاس وماتش السوبر والكلام ده كله، انه الاهلي هيقدر يعمل معسكر اعداد خارجي ينعزل شويه عن الاجواء المشحونه اللي موجوده هنا في الكره المصريه الفتره اللي فاتت. يمكن اجواء ما تشجعش اصلا على لعب كره القدم، ما تشجعش طبعا لانه ما فيش انتظام في جدول المسابقه، كل ماتش بمشكله، بنعلن جوله بجوله، فرحانين طبعا بتنظيم افريقيا لكن كنا اتمنى كمان الدوري ينتهي قبل البطوله علشان الفرق كلها تاخد حقها في اعداد لعيبتها والتعاقدات وتنظم ورقها قبل بدايه الموسم الجديد. فاعتقد انه مرحله مهمه للنادي الاهلي، هي مرحله مهمه لما يكون في معسكر اعداد خارجي تعزل اللعيبه بتاعتك، تبتدي تطبق لو في شغل فني انت عاوز تطبقه ما كانش عندك متسع من الوقت بين الماتشات الفتره اللي فاتت ان انت تعمل ده الفتره اللي جايه، يكون في نوع من هدوء الاعصاب شويه، يكون في نوع من التفاهم. اعتقد ان ضغط المباريات اللي كان كبير وتلاحم الموسم الافريقي كمان بخلاف ضغط بطوله الدوري السنه دي اثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي كان اكبر الخاسرين من الارتباك الكبير اللي موجود عند اتحاد الكوره في تنظيم مسابقه الدوري، وانه لسه احنا ما وصلناش لمرحله دوري المحترفين ولا رابطه الانديه المحترفه، وانه يكون عندنا جدول معروف لمده سنتين قدام على الاقل، فده كان صعب شويه. والنادي الاهلي كان اكتر نادي بيخسر من ده لانه غصب عنه هو اكبر نادي في مصر، مشارك في كل البطولات، بيحاول انه يلبي طموحات جماهيره، وفي نفس الوقت الظروف مش مشجعه على لعب كره القدم ولا اداره كره القدم في الوقت ده. طيب في تصريح مهم قوي النهارده قاله مستر اجيري بخصوص يعني المسابقه، وانت كنت بتتكلم على تنظيم مسابقه الدوري من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، النهارده اجيري في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال ان انا عانيت شويه في تجهيز اللاعبين لبطوله الامم الافريقيه. ليه؟ بسبب ان في بعض اللاعبين انهوا الموسم الكروي في مصر وبعض اللاعبين ما انهوش الموسم، فبالتالي ذهنيا وبدنيا كان في تفاوت ما بين اللاعبين. بتشوف التصريح ده ازاي؟ ممكن ما حدش برز التصريح ده قوي لكن ده كان موجود النهارده في مؤتمر صحفي مستر اجيري. ده كلام منطقي جدا، هو مدرب برده عنده خبره فبيتكلم من منطلق انه عنده 5 لعيبه من نادي، وعنده نادي ده خلص مسابقه الدوري. في نادي زي وادي دجله برضو خلص الدوري، ما عندوش لعيبه دوليين، لو كان عنده لعيبه دوليين كانت هتبقى مشكله برضو كبير بالنسبه للمدرب. بالزبط. اعتقد انه اهم شيء قبل اي بطوله ولاي فريق سواء كان منتخب او نادي انه يعمل اعداد جيد واعداد ذهني وبدني قوي طبعاً. مناسب للبطوله اللي هو داخل عليها قبل ما يبتدي المباريات الرسميه. اعتقد انه الارتباك ده مسؤول عنه اتحاد الكوره ولجنه المسابقات، لكن اجيري طبيعي انه لازم يتعامل مع الموقف، هو قابل المهمه انه يشتغل مدير فني لمنتخب مصر واتحاد الكوره وضع ثقته في اجيري. اعتقد انه لابد يتعامل مع الموقف، هو طبعا كلامه منطقي وكلامه سليم وكويس ان هو بيصارح الاعلام وبيصارح الجماهير بالزبط. من قبل البطوله انه انا كان عندي اصلا ارتباك في اعداد اللعيبه، لكن طبعا ده مش استباق لمباراه لاي حاجه، بالعكس المنتخب مرشح للبطوله واعتقد انه كمان من اقوى المنتخبات، اقوى لو عددنا اقوى 4 منتخبات في البطوله هيكون منتخب مصر رقم 1 فيها ان شاء الله. طيب بمناسبه منتخب مصر وخلاص بقى البطوله هتبتدي بعد بكره، واول مباراه مباراه زيمبابوي، قبل ما نتكلم عن هذه المباراه تقييمك للتجربتين الوديتين لمنتخب مصر سواء امام تنزانيا او غينيا، رؤيتك ليهم ايه؟ انا شايف انه المدير الفني او الجهاز الفني لمنتخب مصر حقق اللي هو عايزه من المباراتين الوديتين، سواء لعب تنزانيا او غينيا قدر انه يجرب مجموعه من اللعيبه، ادى الفرصه لل 23 لاعب اللي في القائمه معاه ان هم يظهروا في الملعب وانه يديهم حساسيه المباريات وانه يقيم هو هيلعب مين فين، هيستقر على التشكيل باي صوره. في نقطه اهم من ده كله ان في بعض اللعيبه هيتغير مراكزها مع المنتخب في بطوله افريقيا، هيتغير زي عمرو ورده هيلعب في قلب الملعب، هو اجري
الاعتذاري ضم عمرو ورده لقائمه المنتخب النهائيه، لانه شايف انه المره دي في الوقت ده مش هيلعب على الاطراف، لان عمرو ورده طول عمره بيلعب على الاطراف وممكن تستفيد بيه هجوميا بشكل كبير، لكن هو هيلعب صانع العاب بالظبط، وبيلعب لاعب صانع العاب، لكن انه يلعبه في قلب الملعب في وسط الملعب دي هي الجديده على عمرو ورده. واعتقد انه كمان في تفاهم كبير قوي بين عمرو ورده وبين الجهاز الفني المنتخب مصر طول الفتره اللي فاتت، فهو كمان من العناصر الاساسيه من اول فتره اجري، وكان موجود في كاس العالم كمان اللي فات، هو لعيب مميز. اتمنى كمان ان هو على مستوى مسيرته مع الانديه يكون عنده نضج وعنده قدره على اختيار النادي، ويبقى عنده قرار في حته انا مكمل فين، يعني بدون ما نخرج بره الموضوع. عمرو ورده السنه اللي فاتت كان بدا الموسم مع باوك اليوناني بدايه قويه جدا، سجل في تصفيات دوري ابطال اوروبا، شارك معاهم في الدوري الاوروبي، وفي بدايه الموسم مع في الدوري اليوناني ساب الفريق في وسط الموسم وراح اتراميتوس اعاره تاني، خسر انه يكون موجود في التتويج ببطوله الدوري وبطوله الكاس، وده كان حدث تاريخي بالنسبه لناديه. فاتمنى انه الفتره الجايه تكون احسن، وانه يقدر كمان ياخد بطولات ويكون زيه زي بقيه العناصر اللي موجوده في منتخب مصر بشكل اساسي. هو كان خلافات مع المدير الفني راسفان لوشيسكو، عمرو شويه شايف ان هو احسن لعيب في اليونان، اخذ جوائز باستفتاءات الجمهور ورابطه اللاعبين المحترفين هناك، ده حقه، لعيب يعني سعيد بانه بيحقق مستوى كويس في الدوري اليوناني، وعمرو عمل اسم كويس جدا في الدوري اليوناني. لكن انا شايف انه ما ينفعش مهما كنت انت لعيب كبير انك تختلف مع المدرب بتاعك، المدرب بتاعك كمان انه كان بيلعبك، انه انت في النهايه كنت موجود في الملعب، انت مش مستبعد، انت مش خارج الحسابات، وده درس لكل اللعيبه، انت لازم تحترم مديرك الفني، مديرك الفني هو اضرب مصلحه فريق واضرب مصلحتك انت، لانه لو ما كانش عايزك ما كانش رجعك من الاعاره، لان انت كنت معار السنه اللي فاتت. بس اكيد نتمنى كل التوفيق لورده سواء في مسيرته الاحترافيه او حتى كمان مع منتخب مصر خلال المرحله الحاسمه المقبله. لكن التجربتين كانوا كويسين ومؤهلين لمنتخب مصر بشكل قوي ان هو ينافس على البطوله من وجهه نظري. انا شايف ان هو التجربتين في الاطار المنطقي لاعداد منتخب مصر لبطوله امم افريقيا، لانه هو الغرض اساسي من التجربتين الوديتين قبل البطوله، وكمان قبل البطوله بفتره قليله، انت كان باقي خمس ايام بعد ماتش غينيا على البطوله بالظبط، هي التجربه كان الغرض منها ان انا بجرب اللعيبه، بدي الفرصه لكل اللاعبين، فاجري نجح في ده يعني هو ده الهدف الاساسي. لكن الناس كانت متضايقه من الاداء قدام تنزانيا، شايفين ان تنزانيا منتخب متواضع على انه يتعب منتخب مصر بالشكل ده، وانه الاداء ما كانش على المستوى. لكن لو راجعنا تصريحات كابتن هاني رمزي مدرب المساعد لمنتخب مصر بعد مباراه تنزانيا تحديدا، هو قال احنا بدانا المباراه بتكتيك بخطه معينه ورجعنا غيرناها، بدانا 4-2-3-1 رجعنا غيرنا ل 4-3-3 ثم 3-4-3، فهو دي مرحله تجربه للاستقرار على الشكل النهائي، فهو ادت الغرض منها. وشايف في منتخبات تانية كتير، المغرب خسر من زامبيا وخسر ماتش ودي تاني برضو بالزبط. اعتقد كمان منتخبات الجزائر برضو الاعداد ما كانش يعني النتائج في الوديات ما كانتش على المستوى اللي الجمهور مستنيه، وحملت انتقادات كتيره من الصحف الجزائريه لمستوى المنتخب الجزائري، لكن في النهايه هي مرحله تجربه للمدير الفني. طيب كلام كتير بقى على التشكيل، كلام كتير جدا، خلينا نبتديها بحراسه المرمى والمعلومات اللي وصلنا لها ان في خلاف يعني في صالح المنتخب ما بين مستر اجيري واحمد ناجي فيما يتعلق بالحارس الاساسي لمنتخب مصر. مستر اجيري عايز محمد الشناوي، كابتن احمد ناجي عايز احمد الشناوي. رؤيتك للمركز ده بالتحديد ومن الافضل ليقود منتخب مصر كحارس مرمى في بطوله الامم الافريقيه؟ يعني هرجع شويه للسنه اللي فاتت قبل كاس العالم 2018 في روسيا، انا كنت برضه في انترفيو في التلفزيون وقلت انه الاقدر بحراسه مرمى منتخب مصر هو محمد الشناوي. تمام. في وقت كان كله بيتكلم هو اللي هيكون موجود. اعتقد انه برضه نفس الراي انه الاقدر بحراسه مرمى منتخب مصر في امم افريقيا اللي جايه هو محمد الشناوي، واعتقد انه القرار في النهايه هيكون لمستر اجيري. اعتقد انه كابتن احمد ناجي من احسن مدربين حراس المرمى اللي موجودين، مجهز حراس المرمى اللي معاه بشكل كويس قوي، واعتقد انه في النهايه هو قرار المدير الفني، هو التسلسل كده هيتناقشوا لصالح المنتخب، كل واحد هيعرض وجهه نظره. لكن اجيري صرح اكتر من مره ان هو المسؤول الوحيد عن التشكيل اللي بيظهر في الملعب وقت المباراه. طيب هل نقدر نقرا التشكيل من خلال مثلا التجربه الوديه الاخيره امام غينيا؟ نقدر نقول لان خلاص في ثبات على تشكيل وملامح للتشكيل محدده من قبل مستر اجيري خلال المباراه الاولى امام زيمبابوي؟ اعتقد ان هو التشكيل نفس التشكيل اللي اعتمد عليه في كل المباريات الرسميه اللي كانت موجوده قبل كده، يعني مباريات التصفيات
نفس التشكيل اللي بيبدا بيه هو اللي هيبدا بيه، مفيش تغيير كبير. هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، برده رباعي الدفاع هيبقى احمد حجازي، ايمن اشرف، احمد المحمدي. مين بقى اللي جنب حجازي؟ اللي جنب حجازي هي دي اللي عليها الخلاف. اعتقد انه باهر المحمدي هيكون اقرب شويه للمشاركه. ليه بقى؟ يمكن ما كانش في قناعه تامه عند الجهاز الفني بامكانيات محمود علاء، رغم انه مدافع كويس جدا، قدر انه كمان يحقق رقم كويس كتسجيل اهداف مع نادي الزمالك في الدوري، لكن في النهايه المنتخب بيدور على الانسب بالنسبه لرؤيه الجهاز الفني والطريقه اللي هتخدم او اللعيبه اللي هتخدم الطريقه اللي عايز يلعب بيها. فاعتقد ان هو هيبقى فيه ممكن خلاف شويه على المركز ده، لكن اعتقد انه باهر المحمدي ممكن يكون اقرب، لانه كمان يعني اجر يعتمد عليه بشكل اساسي رغم صغر سنه، هو موهبه كويسه في نادي الاسماعيلي واعتقد ان هو هيكون موجود. لو اتكلمنا في نص الملعب هو طارق حامد ومعاه محمد النني. الرباعي اللي في الهجوم او نتكلم عن الهجوم، اعتقد ان مروان محسن هيكون اساسي في خط الهجوم ده كفيرود. بالظبط هيكون مروان محسن. لو اتكلمنا عن محمد صلاح مفيش خلاف على محمد صلاح ولا يقعد احتياطي يعني ما اعتقدش، يعني اذا كان احنا يعني انا كاتب مقال النهارده عن دفعه محمد صلاح، هو دفعه محمد صلاح هي اللي شايله منتخب مصر دلوقتي. يعني لما نشوف النني، لما نشوف صلاح، حجازي، لعيبه دفعه واحده، الدفعه دي واللعيبه الشباب اللي جم بعدهم هم دلوقتي القوام الاساسي للمنتخب، وده شيء مبشر لمنتخب مصر بعد كده. اعتقد انه عبد الله السعيد قد يكون له دور مع المنتخب في أمم أفريقيا، لكن يعني أنا شايف أن وليد سليمان يستحق أن يكون في التشكيل الأساسي. الأساسي أعتقد أن وليد سليمان عنده خبرات، حتى وإن ما لعبش في التشكيل الأساسي أنه لابد يكون له دور في المباريات. على فكرة وليد سليمان الناس ظلماه في جزئية المنتخب. وليد سليمان هو لعيب دولي ولعب منتخب كتير وأخذ خبرات كبيرة دوليا مع منتخب مصر من أيام جيل حسن شحاتة. فأعتقد أنه من الظلم أن الناس تتكلم على وليد سليمان وكأنه ضيف شرف في معسكر منتخب مصر. ده مش طبيعي. وبقيت التشكيل تريزيجيه خلاص، اعتقد تريزيجيه اساسي. ما احنا في لعيبه مفيش خلاف عليهم، تريزيجيه اساسي، صلاح اساسي، اعتقد مروان. الخلاف ما بين بقى عبد الله السعيد، عمرو ورده لو هيكون له مهام في الجانب ده حسب رؤيه اجري لسير المباريات، لانه كمان المجموعه بتاعتنا مش سهله عكس ما الناس متصوره. احنا لنا الافضليه، بنلعب على ارضنا والجمهور هيكون ورانا، لكن زيمبابوي متاهل لامم افريقيا او المجموعه. كونغو الديمقراطيه كانت معانا في تصفيات كاس عالم وكانت موجوده في المجموعه مع زيمبابوي كمان. اوغندا منتخب جيد وعنده مدرب خبير ودارس الكره المصريه كويس طبعا. هو صرح بده كمان. طيب شايف البدايه مطلوب ايه من لعيبه النادي او عفوا لعيبه منتخب مصر في اول مباراه امام زيمبابوي، خصوصا البدايه دايما بتبقى مهمه جدا، الرساله اللي انت حابب تقولها او اللي مطلوب من لعيبه منتخب مصر في هذه المباراه؟ انا اعتقد انه الدور مش هطالب اللعيبه بيه قد ما هطالب الجهاز الفني واتحاد الكوره ارفعوا الضغوط عن اللاعبين، لابد حتى الجمهور، احنا لازم نرفع الضغوط عن اللعيبه، لان ضربه البدايه هي اساس تحقيق البطوله ان شاء الله. اعتقد ان مباراه زيمبابوي مش هتكون سهله، لكن الافضليه لمنتخب مصر، العناصر بتاعتك اقوى بكتير من عناصر منتخب زيمبابوي. هما بيحاولوا يتطوروا ويظهروا على الساحه الفتره اللي جايه. اعتقد انه ضربه البدايه انك تكسب، وتكسب باداء مقنع للجمهور وللخبراء وللناس اللي بتتابع البطوله، وتدي جرس انذار كده لباقي المنتخبات اللي موجوده في البطوله علشان الادوار ان شاء الله لما نتاهل للادوار الاقصائيه في طريقنا للنهائي باذن الله، يبقى انت واضح من المباراه الاولى ان انت هدفك انك تحقق الكاس. ده اكيد هيكون شيء مهم جدا بالنسبه لمنتخب مصر، وبدايه ان شاء الله باذن الله تكون قويه. بالتحديد بقى بخلاف الجانب الفني وبخلاف استعدادات المنتخب، وان شاء الله يكون التوفيق حليفهم بكل تاكيد، عايز اتكلم على التجهيزات الخاصه ببطوله الامم الافريقيه نفسها والملاعب والمظهر الرائع اللي احنا شفناه للاستادات اللي هتستضيف المباريات في بطوله الامم الافريقيه. تعليقك على الاستعدادات الواضح ان هي كانت بشكل قوي جدا في فتره زمنيه قليله جدا. برضه هرجع للمقال بتاع النهارده، دي بطوله الدوله، وعايزين نثبت في النهايه اننا دوله البطوله فعلا. حلو. احنا بنتكلم على وقت قياسي لتجهيز ملاعب كانت اصلا مهمله في الفتره اللي فاتت، لان احنا عندنا ظروف مسابقه الدوري ان بنلعب على ملاعب محدده قليله، ما كانش فيه صيانه بشكل كبير لبعض الملاعب. استاد القاهره كان محتاج صيانه كتير جدا، تجهيزه بالشكل الرائع اللي احنا شفناه في الصور وبيتعرض كل يوم في تغطيه قناه النادي الاهلي للبطوله الافريقيه، اعتقد انه
تطور مبهر. اعتقد كمان انه اللجنه المنظمه ومدير البطوله كابتن محمد فضل الحقيقه بذل مجهود كبير قوي بصراحه خرافي من بدايه تكليفه بالمهمه مع المجموعه اللي شغاله معاه. على فكره كمان يمكن فضل ما بيشتغلش لوحده ومعاه مجموعه من المساعدين شباب صغيرين كلهم واعدين جدا, منهم حسام الزناتي برضو عامل شغل هايل في البطوله الحقيقه. انا شايف ان البطوله كتجهيزات ملاعب هي هتسيب لنا 6 استادات على اعلى مستوى للفتره اللي جايه, لانه كمان خلي بالك ان احنا هنستضيف تصفيات الاولمبياد هنا امم افريقيا للشباب تحت 23 سنه في نوفمبر اللي جاي. فاعتقد ان هيبقى عندنا مفيش بقى تعب, اللي هيجي يشتغل بعد كده هيلاقي الاستادات جاهزه, هيلاقي التجهيزات موجوده. ملاعب التدريب على فكره من الحاجات اللي لازم نلقي الضوء عليها. فعلا. اتجهز يعني 24 ملعب تدريب لكل المنتخبات المشاركه, كل منتخب له ملعب تدريب خاص بيه على اعلى مستوى. الارضيات اتظبطت, كان في نوع من الاهتمام الكبير بغرف خلع الملابس, بالطرقات, بدورات المياه, كل اللوجيستكس الخاصه بالبطوله كتجهيزات. اعتقد ان بوذل فيها مجهود رائع ويعني يستحق عليه الاشاده. ازاي نقدر نبني لما هو بعد من بطولة الأمم الأفريقية بخصوص البنية التحتية بالتحديد واللي بتظهر بشكل كويس جدا وهنشوفها بشكل أوضح كمان على مدار البطولة, إزاي نحافظ على البنية التحتية دي عشان نشوفها كمان بالشكل ده في البطولات المحلية والبطولات الدولية اللي بيشترك فيها أهلي زمالك أي فريق مصري؟ أعتقد أنه الدور على الجمهور أولا. الجمهور لازم كويس. يحرص على الاستاد زي بيته بالظبط, أنت داخل الاستاد عشان تستمتع وداخل تشجع منتخب بلدك. فأعتقد أنه لازم نحرص على الملاعب بتاعتنا, لأنه كمان الفلوس اللي اتصرفت عليها كتير والمجهود اللي بذل من كل الناس في الموضوع ده كان كبير جدا. ودور الجمهور أنه يروح ويستمتع وعايز يشجع منتخب بلده ويشوفه بيكسب وبيحقق نتائج جيدة. ده جزء. الجزء الثاني منظومة الصيانة هي أهم ما في الموضوع, أن أنت تهتم بصيانة الملاعب اللي تم تجهيزها حتى ملاعب التدريب, لأن ملاعب التدريب دي بعد كده هيقام عليها مباريات كتير سواء في الدوري الممتاز به أو في الدوري الممتاز. أعتقد أنه ده يعني مكسب لكل المسابقات المحلية. لكن أرجع أقول لك أنا لقطات الملاعب بالظبط, لكن أنا كمان محتاج انتظام في مسابقة الدوري. صح. ما هو ده الأساس بصراحة, علشان حتى لما يبقى عندي التجهيزات والبنية التحتية دي أعمل عليها مسابقة تستحق وقيمتها تزيد. صح. أنت بتدور على تعظيم قيمة المنتج بتاع الكرة المصرية. ووزع المباريات على الملاعب كلها عشان ما يبقاش فيه إجهاد على ملعب معين فبالتالي ما تلاقوش في المناسبات المهمه. بالظبط, احنا شفنا اللي حصل في ملعب برج العرب في فتره من الفترات, لانه الملعب تحمل اكثر من طاقته بكثير في فتره من الفترات. فاعتقد انه لا, الصيانه مهمه, اهتمام الناس نفسها بان هي تحافظ على الاستادات ده هيبقى يعني. شفنا كمان مبادرات في الموضوع ده انه استادات نظيفه وانه يكون يعني في حفاظ على البنيه التحتيه, واتمنى ان ده يحصل باذن الله. من الفائز الأكبر من تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية؟ هل هو الاتحاد الأفريقي؟ ده مكسب بالنسبة له للبطولة. سؤال حلو قوي يا أمير. سؤال والله بجد سؤال حلو قوي. أعتقد أن الفائز الأول من نجاح تنظيم البطولة, وده اللي هيحصل بإذن الله وكلنا ثقة في الدولة وفي اللجنة المنظمة جمهور مصر كمان أن البطولة هتنجح وهتبقى على مستوى عالي, الفائز الأول هو الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي بيواجه أزمة عنيفة طبعا هزته بالتحقيق مع أحمد رئيس الاتحاد في فرنسا على هامش الكونجرس في باريس, وانه في شبهات فساد في الموضوع, والفيفا اصدر بيان في الشان ده. ويمكن كمان بعدها بايام قليله كان في حوار لانفانتينو على ليكيب الفرنسيه واتكلم في النقطه دي تحديدا, قال احنا جاهزين نتدخل ونتحمل مسؤوليه التغيير في افريقيا. وقال نتمنى نجاح البطوله. فهو واضح انه الكلام مترتب قوي, انه لو في لا قدر الله مشكله عند الاتحاد الافريقي, مش عند مصر, عند الاتحاد الافريقي في البطوله, فهيكون في تغيير, والتغيير ده هيكون في الفيفا. لمح بكلمه وقال انا طلب مني من رؤساء اتحادات محليه في افريقيا ان انا اتدخل في الموقف. صح. فده جزء. الجزء الثاني طبعا الخبر بتاع النهارده انه السكرتير العام للفيفا فاطمه سموره يا سنغاليه ان هي هتبقى على راس لجنه مشرفه ماليا على الاتحاد الافريقي لمده 6 شهور الفتره الجايه, ده شفته على موقع غانا ويب. برضو بيقول ان في تحركات وانه البطوله الافريقيه ممكن هي اللي تعمل نوع من الاستابيليتي في الكاف الفتره اللي جايه, او انه يكون في هزه عنيفه تانية للهيكل الاداري بتاع الاتحاد الافريقي. فاعتقد ان الاتحاد الافريقي هو هيكون اكبر المستفيدين من نجاح البطوله وخروجها بشكل رائع. لكن حتى باذن الله لما البطوله تخرج بالشكل اللي احنا كلنا بنتمناه, هل في نسب كبيره لبعض التغييرات في الاتحاد الافريقي؟ اعتقد ان التغيير في الاتحاد الافريقي قادم, لانه الارتباك العنيف اللي احنا شايفينه في اخر 3 أو 4 شهور في الاتحاد الافريقي اداريا جوه
مش منطقي. في توغل لاطراف معينه، سيطره على الادارات، في قرارات بتتاخد بشكل منفرد. شفنا مهزله نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فاتت وكانت مهزله عالميه طبعا. ولسه ما فسدتش ممتده وممتده وفي نفس الوقت برضو كله كل الناس في الاتحاد الافريقي بتعول على امم افريقيا ان هي اللي تغير الصوره وهي اللي هتجمل صوره الكره الافريقيه، تعمل نوع من الاستقرار شويه عند الاتحاد الافريقي، لانه تصريح إنفانتينو الصريح والمباشر بأنه وضع الكرة الأفريقية مقلق بسبب الكاف ده مش حاجة قليلة، والبيان اللي أصدره الفيفا في أنه لو في شبهات فساد عند أي حد هيتم التعامل معاه برضو دي مش حاجة قليلة. فأعتقد أنا أتمنى بالنسبة لي أنه يكون في نجاح للبطولة في مصر، وده اللي هيحصل بإذن الله، وده اللي كلنا أصلا بندور عليه. لكن فيما يخص الاتحاد الأفريقي ده ملف كبير جدا، أعتقد أن التغيير قادم والتغيير ده هيكون مهم، لأنه في النهاية ده مستقبل الكرة الأفريقية كلها. ما ينفعش أنه يبقى فيه اختلال لموازين القوى داخل الاتحاد الافريقي. انت مش بتدور على انك تعمل مراكز قوى جوه الكاف، لا، انت بتدور على انه كل اتحاد محلي ياخد حقه، كل نادي بيشارك في بطولات الكاف ياخد حقه، ما يبقاش فيه شبهات على كل حاجه. انت بقى عندك كل ماتش في دوري ابطال افريقيا عليه فيلم، عليه فيلم وعليه قصه، وبدات في مستندات كتير اتنشرت في وقائع فساد او شبهات فساد، عشان ما نبقاش احنا بنتهم، شبهات فساد في الكاف طول الفتره اللي فاتت، منهم مستند نشرناه في بوابه اخبار اليوم. فاعتقد انه الفترة اللي جاية بعد بطولة أمم أفريقيا هيكون فيها نوع من الحراك داخل الكاف، لأنه كمان لو بصينا للخبر بتاع فاطمة سامورة والإشراف المالي على الكاف الفترة اللي جاية ده لمدة 6 شهور، 6 شهور مش مدة قليلة، معناه أن في مراجعة لكل التحويلات المالية ومراجعة لكل الأمور داخل الكاف، كلها مؤشرات وإحنا بنتابع. طيب عشان نقفل ملف بطولة الأمم الأفريقية، من وجهة نظرك بترشح مين للوصول للمربع الذهبي لهذه البطولة من المنتخبات المشاركة؟ خلينا نقول الترشيحات منتخب مصر طبعا إن شاء الله، منتخب السنغال، منتخب المغرب، منتخب الجزائر. الجزائر شايف الجزائر منتخب قوي؟ منتخب الجزائر المره دي منتخب قوي، رغم ان الضوء مش مسلط عليه زي زمان. عشان كده بسألك. كان قبل كده الضوء بيبقى مسلط على الجزائر وفي ضغوط عنيفه على المنتخب الجزائر قبل ما يشارك في البطوله، وبالتالي كانت النتائج بتيجي عكسيه. لكن لو تلاحظ في النسخة دي مفيش أي اهتمام إعلامي قوي زي زمان بمنتخب الجزائر، رغم أن العناصر اللي موجودة في منتخب الجزائر قوية جدا وعلى رأسهم طبعا رياض محرز طبعا. وأعتقد أنه لو اتكلمنا عن القوة دلوقتي اللي موجودة على الورق وعلى أرض الواقع، هم الأربع منتخبات اللي ذكرناهم. المغرب عندهم استقرار فني حتى لو حصل مشاكل في المعسكر، لكن في النهاية هم عندهم مدير فني قوي جدا خبير بالبطولة، أخذ البطولة دي مرتين وعنده طموح أنه يحققها للمرة الثالثة، هيرفي رونار المدرب الفرنسي الشهير. خدها مع زامبيا ومع كوت ديفوار بالظبط، يعني وده إنجاز كبير جدا طبعا. أنت مع منتخب زامبيا تاخد البطولة، منتخب كوت ديفوار بعد فترة سنين صعبة عليهم يوصلوا نهائي ما يكسبوش. كمان لو اتكلمنا عن السنغال، أليو سيسي مستقر طبعا. فنيا جدا، مدرب واعد جدا 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 جدا، وعنده طموح انه يعمل حاجه لمنتخب بلده، وتخطى على فكره صعاب كتير الفتره اللي فاتت. يعني الحاج ضيوف في منافسه بينه وبين أليو سيسي طول الوقت، وبيحاول يحط له عراقيل. ويمكن لو فاكر حصل تسريبه كده غريبه غير منطقيه ان حسام حسن هيدرب منتخب السنغال، ده كان بسبب خلاف ضيوف مع أليو سيسي، لكن والله مش منطقيه اصلا، كان السبب كده بالظبط، مش منطقيه اصلا. تمام، يعني أليو سيسي مستقر وصعد كاس عالم وصعد امم افريقيا، يعني عايز تجيب ده، عايز تعمل تغيير فني ليه؟ تمام، طبعا غريب. اعتقد ان منتخب مصر طبعا عشان الارض والجمهور، وان انت عندك احسن عناصر موجوده ولاعيبه من الافضل على مستوى العالم زي محمد صلاح، لاعيبه محترفين على مستوى قومي. اعتقد كمان لو اتكلمنا عن المنتخبات اللي بقى بتتاهل لاول مره، ارشح انه يبقى فيه اكيد مفاجاه مين من منتخب منهم على الاقل، موريتانيا، بوروندي، مدغشقر. اعتقد انه موريتانيا مرشحه انها تتخطى الدور الاول، انا ده في تقديري ايجابيا انها تتخطى دور المجموعات، هيكون امر مفاجئ طبعا للكل، لكن انا شايف انه في تطور في مستوى كل المنتخبات، حتى بوروندي على فكره. منتخب بوروندي عنده لعيبه عندها لياقه بدنيه وبنيان قوي جدا، وشفت لهم ماتشات وديه الحقيقه بيأدوا بشكل كويس. طيب بالتحديد عايز اسال عن مصر، هل انت متفائل ان شاء الله المنتخب ياخد البطوله، ولا متشائم زي البعض او كميه كبيره من الشعب المصري للاسف متشائم؟ لا لا لا، انا متفائل ان منتخب مصر لازم يوصل للادوار الاقصائيه، او على الاقل يكون في السيمي فاينل. يعني كويس، الفاينل دايما له حساباته، يعني احنا صعدنا الفاينل النسخه اللي فاتت في الجابون قدام الكاميرون، وكانت الكاميرون بمنتخب من المغمورين
ودي حقيقه. شباب كلهم صغير. ممكن لو سالت حد زمان لو كنت منتخب 2002 مع وينفريد شايفر المدرب الالماني، عارف باتريك موبوما، عارف سامويل ايتو، عارف مارك فيفيان فوي الله يرحمه، عارف جيرمي، عارف سونج، كانت كلها لعيبه الجمهور المصري نفسه متابعها رغم انه ما كانش فيه سوشيال ميديا زي دلوقتي. لكن تعالى اسال على منتخب الكاميرون النهارده وقول لي اسم 10 لعيبه في منتخب الكاميرون، هتلاقي الناس كلها مش مهتمه انها تعرف لانه لعيبه صغيره. حتى انا كان ليا حوار مع باتريك سوفوم ونجم منتخب الكاميرون في 2002 اللي خد البطوله، قال لي انا شايف المنتخب الكاميرون دلوقتي مش هياخد البطوله، مش مرشح. قال لي مش مرشح، قال لي لكن ممكن يتخطى طبعا الدور المجموعات، لكن انا شايف انه مش ده المنتخب اللي يقدر ياخد البطوله. فاعتقد منتخب مصر لا، لازم ينافس على البطوله على الاقل يوصل سيمي فاينل، وانه كمان يعني الفاينل هتبقى حساباته مختلفه جدا، لكن ان شاء الله البطوله تكون من نصيب منتخب مصر. مصر ان شاء الله قادر ان هي تحقق اكيد باذن الله. اكيد. طب سريعا عايز اتكلم على الكره العالميه واستغل تواجدك معايا واتكلم بالتحديد في الاخبار على الساحه العالميه وفيما يتعلق بانتقال بعض اللاعبين من النادي ده للنادي ده، وبالتحديد نيمار والكلام كتير على عودته لبرشلونه، بول بوجبا بعد ما اعلن ان هو خلاص هيسيب مانشستر يونايتد، هل الاتجاه هيكون ريال مدريد ولا يوفنتوس؟ يعني دول ابرز صفقتين بخلاف كيليان امبابي نجم بي اس جي. اعتقد انه موضوع نيمار انه خلاص هو واخد قرار نهائي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وكمان تصريحات نصر الخليفي بتقول انه هو العلاقه انتهت بين نيمار وباريس سان جيرمان. اعتقد ان نيمار اخطا بشكل كبير جدا في قرار الرحيل عن برشلونه، والرجوع مش هيبقى سهل، ما اعتقدش انه الرجوع هيبقى سهل، لكن وارد. لكن وارد طبعا، لانه كمان برشلونه محتاج طبعًا نيمار طبعًا. ده جزء. اعتقد انه لا تثق في لعيب وكيله مينو رايولا، يعني لا تثق في اي لاعب وكيله مينو رايولا، فممكن بعد كل اللي بيعمله بوجبا ده انه يكمل في مانشستر يونايتد عادي كمان. ممكن وارد جدا زي ما حصل مع دوناروما ومع ديليخت كمان بالظبط، وماتيس ديليخت في اركس، لانه هو مينو رايولا ما تقدرش تاخد منه كلمه طبعا. ولا تثق في كلامه، وكان موقوف على فكره، وكان موقوف وترفع الايقاف كمان، يعني تدخل وترفع الايقاف. مبابي اعتقد انه الافضل انه يروح ريال مدريد، الافضل لنا كلنا. اعتقد انه ريال مدريد دلوقتي بيشكل فريق احلام جديد طبعا. واعتقد ان هو الاقرب انه يكون موجود. استاذ عمر بنوبي بصراحه يعني انا اتمتعت جدا بتواجدك معايا النهارده وبشكرك شكرا جزيلا. حبيبي انا بشكرك، ويعني شرف ليا ان انا كنت موجود على قناه النادي الاهلي. شرف لينا طبعا. كان معانا ضيفنا العزيز وصديقنا العزيز استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم، وكان حديث ساري جدا بالمعلومات الكتيرة جدا، وهو أكيد قامة صحفية مميزة حتى لو هو صغير في السن، بس مميز جدا في معلوماته ومتابعته كل الأحداث الرياضية في مستوى العالم بشكل كامل، فبشكره أكيد شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنونا بكرة إن شاء الله وحلقة في نفس الميعاد. إلى اللقاء.